Welcome to American Pulse ومساء الخير عليكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج النبض الأمريكي. وطبعا احنا دايما بنشارك حضراتكم فيما يحدث على الساحة الأمريكية والساحة العالمية في الخارج، ويمكن في السنوات والشهور القليلة الماضية كانت دايما بتبقى أخبار صعبة يعني، وكنا بنشارك مع حضراتكم كل هذه الأخبار. ولكن أحب أن نبتدي الحلقة النهاردة بشيء إيجابي عن المصريين في الخارج، ويمكن في دلوقتي حاليا تقام دورة للهوكي الثلجي أو الجليدي، وفريق مصر الحقيقة شارك في هذه الدورة بأولاده اللي عايشين في الخارج يعني. والحقيقة يمكن حضراتكم تعرفوا أن أنا دايما بحب الشغل الإيجابي والحاجات اللي بتساعد ان الواحد يبقى في مود ايجابي، فانا احب ان اشارك مع حضراتكم انه الفريق دوت يمكن لعب كذا ماتش، ولكن في الايام القليله الماضيه كان بيلعب مع فريق الاشقاء السعوديين وفازوا ب9-0 تقريبا او رقم زي كده يعني. انا اللي حابب ان انا استريس عليه او اشاد اللايت عليه لهذه الدوره، اولا انه دي رياضة جديدة عن العالم العربي، ما يمكن ما كانتش مشهورة قبل كده، ولكن متابعتي لبعض الماتشات لهذه الدورة لقيت ان في فرق فعلا قوية جدا، وفي فرق ابتدت تنافس بشكل قوي جدا. يمكن الفريق العماني كان قوي جدا، شفنا فرق اخرى الحقيقة يعني قوية جدا في هذه الدورة. ولكن اللي انا حابب ان انا اتكلم عليه بشكل اكبر، بغض النظر ان انا حابب ان انا القي الضوء على هذا الحدث تحديدا، هو فكره الولاء والوفاء لاولاد المصريين في الخارج والجيل الثاني والثالث. يمكن احنا من الاجيال الاولى في، وفي طبعا يعني مهاجرين من الاجيال الاولى عايشين هنا في الولايات المتحده وفي الخارج اوروبا وكندا وغيرهم واستراليا لمدة أكتر من 30-40 سنة. إحنا بنقابل ناس هنا ليهم أكتر من 40 سنة وليهم جيل تاني وتالت. ولكن اللي عجبني في الفكرة إنه البعض من تلك الأجيال ابتدت، أو يعني الجيل التاني والتالت ابتدوا ينتبهوا للانخراط في المجتمع اللي هم عايشين فيه. يعني لو في سبورتس جديدة أو رياضة جديدة، بنشوف أولاد المصريين في الخارج بيشاركوا في هذه الدورات يعني وفي هذه الرياضات الجديدة. والحقيقة يمكن احنا نشارك مع حضراتكم بعض الفوتج من هذه الدورة، وبنشوف قد ايه انه يمكن دي رياضة كنا متفرج عليها في النشرات الإخبارية وفي بعض البرامج الرياضية، كنا مش عمرنا ما نتخيل انه مصر ممكن يبقى عندها فريق في هذا المجال. ولكن دلوقتي احنا شايفين ان في فريق مصري متواجد في دولة الكويت الشقيقة وبيلعب باسم مصر. الحاجة اللي عجباني اكتر انه كمية الولاء من هؤلاء الشباب يعني الصاعدين، وان هم بيلعبوا باسم مصر. قد ايه الواحد بيبقى فرحان لما بيشوف انه الجيل التاني والتالت بالرغم من ان هم عايشين في بلاد المهجر في الولايات المتحدة الامريكية وكندا وغيرهم او في اوروبا، ولكن بيبقى في تواصل كده وحب الاتصال بمصر وحب يعني انا اعرف بعض اللعيبه في هذا الفريق، منهم يعني ماي نيفيو وابن اختي، ولكن كنت فرحان جدا ان هو عاش سنه واحده بس في مصر او سنه ونص، ولكن مهما سافر وعاش كتير جدا بره مصر، ويمكن كان عايش في كندا، ولكن انتمائه وحبه ان هو يشارك في هذه الدوره ويبقى قد ايه هو كان فرحان انه بيلعب باسم مصر، وهكذا كل اللعيبه اللي في الفريق. الحقيقه احساس جميل جدا هو ان احنا دايما زي ما كانوا بيقولوا العوده الى الجذور، ان دايما لازم نخلي بالنا ولازم نبقى مرتبطين بوطننا بشكل كبير وفي المتاح، ودايما زي ما بيقولوا كده ان في مجالات عده لسه بكر يعني مفيش حد لمسها ونقدر ندخل فيها. يعني احنا طبعا في النبض الامريكي غطينا تورنمنتس ودورات كتيره وبطولات كتيره لفريقنا القوي جدا في السكواش، ولاعبينا العالميين اللي هم قدروا
يحتفظوا بمراكز متقدمة جدا جدا في وترتيبات وتصنيفات عالمية على مدى 20 سنة اللي فاتت أو 15 سنة اللي فاتت. ويمكن كنا نفتكر وإحنا صغيرين كنا نتفرج على أحمد برادة بقى هو بيلعب، وبعد كده جه جيل كبير ما بعده، ودلوقتي كل المصنفين العالميين تقريبا أول 5 منهم أو أول 3 منهم، يعني لو ما كانتش الذاكرة بتخوني، هم مصريين سواء في الرجال أو السيدات. طبعا نقول مبروك لمصر في هذا في حاجتين، في الفوز بالمباراة، ولكن المباركة الأكبر هي الاحتفاظ بولادها والتواصل ما بين ولادها في الخارج وفي الداخل، وقد إيه إن المصريين بيبقوا فخورين لتمثيل بلادهم في الخارج. دوت هياخدني النقطة تانية، ويمكن يعني كنت بحاول أتجنب إن أنا أتكلم فيها في الفترة اللي فاتت عشان الأمور ما كانتش بتبقى واضحة جدا، ولكن هو المصريين في الخارج هم كنز كبير جدا للدولة المصرية، ويمكن اتكلمنا في هذا الموضوع في عدة محاور سابقة، ولكن احنا لقينا انه ودايع المصريين وتحويلات المصريين في الخارج قلت بشكل كبير جدا في النصف الأخير أو الربع الأخير من 2022، ودوت إن كان لي إنديكيشن أو تأثير أو نوع من المؤشر، هو مؤشر طبعا اللي حصل في الديفاليويشن أو التخفيض في قيمة الجنيه مقابل العملات الخارجية، ومنها وأهمها طبعا الدولار الأمريكي. الموضوع ده توت يمكن بيبقى شائك شوية ان احنا نتكلم فيه، ولكن الدولة دايما بتعتمد على ولاء ووفاء المصريين انها تقف جنبها، وده طبعا شيء غير لابد ان يكون غير مشروط. يعني احنا كلنا كمصريين في الخارج بندعم بلادنا في وقت في جميع الاوقات، واهمها طبعا لما يبقى في وقت شدة وازمة اقتصادية كما يحدث فيها العالم كله في الفترة اللي فاتت. ولكن احنا يعني بيبقى في مجموعة من الاقتراحات، يا ريت ممكن القائمين على صناعة القرار واتخاذ القرارات الاقتصادية الهامة في البلاد ياخدوا يعني ياخدوها في الاعتبار، انه بيبقى في نوع من التخوف. يعني عديد من المصريين يمكن الدولارات اللي فكوها في الفترات في السنين اللي فاتت قيمتها طبعا قلت لان العمله قيمتها قلت، فيمكن لو ينفع يتم طرح نوع من التامين في التداولات الخارجيه على الدولار، يعني لو المصريين يتم طرح نوع من البوليصه التامينيه من البنك المركزي أو من القائمين على القرار بشكل أو بآخر، إنه يبقى فيه نوع من طرح مشروعات يقدر المصريين اللي في الخارج يضخوا فيها أموال كثيرة بالعملة الصعبة اللي هي محتاجاها البلاد في هذا التوقيت تحديدا، يعني ولكن يبقى فيه نوع من التأمين، يبقى فيه سقف للديفاليويشن أو سقف لانخفاض العملة في مقابل هذه الأموال اللي هيدفعها المصريين. أعتقد أن دي طبعا هتبقى أحد أهم المبادرات اللي ممكن تحصل في الوقت الحالي، اللي ممكن تستفيد منها الدولة المصرية ويستفيد منها المصريين في الخارج. يبقى في نوع من الطمأنينة والأمان أن هم مش هيخسروا مدخرات كتير. طبعا يمكن وزارة الهجرة كانت قامت منذ فترة ليست بعيدة ومبادرة العربيات، إن في والحقيقة احنا سمعنا عن عدد لا بأس به بعتوا عربيات في مصر بشكل بالتوصيف الجمركي اللي كان المفروض إنه يتم إيداع الفلوس الجمركية في وديعة وبعد كده يتم استردادها بعد 5 سنين. أعتقد إن في كان بعض التعديلات على هذا القانون، وده حاجة كويسة جدا إنه الدولة يمكن سمعت لمقترحات عديدة من المصريين اللي في الخارج والناس المستفيدين بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من تلك المبادرة. فأنا أعتقد أنه مهم جدا، يعني نداء طبعا لكل المصريين في الخارج أن احنا this is the time، هو ده الوقت اللي لازم نقف فيه جنب بلدنا. بالعكس لو كنا بنبعت مبالغ قبل كده المفروض تتضاعف،
لمساعدة البلد أولا ومساعدة أهلنا بشكل آخر. ولكن برضو أتمنى من الدولة إن هي تحط في عين الاعتبار موقف هؤلاء المصريين اللي في الخارج، إنه برضو في ناس منهم بتبقى يعني كل الناس يعني تقريبا كل الناس بتتعب وبتشقى جدا لإدخار مبالغ، ولما تتبعت لي بلادهم بيبقوا حابين إن هو يحافظوا على قيمة، على الأقل إن ما كانتش يعني تكسبهم أكتر يبقى على الأقل يحافظوا على قيمة هذه المبالغ. أعتقد إنه ممكن يحصل نوع من البرين ستورمينج أو التفكير بشكل كبير ما بين المسؤولين، ويقدروا يختاروا مبادرات مختلفة ويقوموا بمبادرات مختلفة للحفاظ على هذا الدخل اللي هو بيعادل، ودي من إحصائيات والحاجات اللي سمعناها في وكالات الأنباء المحلية يعني في مصر، إنه بتعادل أضعاف لو كانت قناة السويس بتجيب 8 ل 9 مليار، التحويلات كانت بتجيب أكثر من 33 مليار. يعني أعتقد إن تحويلات المصريين في الخارج هي أكثر من دخل قناة السويس والسياحة وعدة مجالات أخرى كومبايند يعني كلها متجمعة. فأعتقد أنه مهم جدا وقفة كبيرة نهتم بها. أنا من الحقيقة مش متابع الأرقام الأخيرة في الشهور الأخيرة، يمكن كان في نوع من الانفتاح العقاري بشكل كبير، وشفنا أن في ناس كتير كانت بتحول فلوسها للعقارات، وده كان طبعا شيء مهم بالنسبة لهم، فده ممكن يكون أدى إلى تحويلات بنكية أكثر من المصريين في الخارج. ولكن برضو يعني أحب أن احنا أن الدولة تخلي بالها من هذا الموضوع، فإحنا كمصريين ندعم الدولة وندعم البلد وندعم صمود مصر أمام هذه الأزمة الاقتصادية. الحقيقة يمكن أثرت للأسف على المواطن البسيط بشكل كبير جدا، وأثرت على كل الطبقات، يعني زي ما بنتكلم وزي ما بنسمع في كافة البرامج والتغطيات الصحفية والأنباء العالمية. يعني أحب أتكلم عن أشياء أخرى ومواضيع أخرى، ومن أهمها الانتخابات الأمريكية وما يحدث على الساحة الأمريكية للرئيس الأمريكي جو بايدن. بعد الفاصل نطلع فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما حضراتكم تابعتوا معنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا بالتفصيل بشكل كبير جدا على الانتخابات الأمريكية، ولكن day by day أو كل يوم بيتم الإعلان عن أنباء تؤثر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر في الانتخابات الأمريكية. ويمكن النهاردة يمكن المرة فاتت اتكلمنا كتير عن الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا وعن حالته الصحية وعن موقفه من الحزب وعن الرئيس السابق دونالد ترامب وموقفه القانوني من القضايا العديدة، يعني أهمهم طبعا القضية بتاعت مانهاتن أو الديستريكت أتورني في مانهاتن دي اي بتاع مانهاتن اللي هي بتاعت الهاش ماني لممثلة الأفلام الإباحية، ولكن والجديد فيها انه يعني قريت النهارده خبر كده يعني انه تم الموافقه على جاج اوردر انه ما يكتبش يعني ما يتكلمش عن تفاصيل هذه القضيه على السوشيال ميديا اللي هي تشوث بتاعته او تويتر او اي حاجه من السوشيال ميديا. فيعني انا محتاج طبعا ان انا اترقب هذا الخبر، هل دوت هيندرج تحته برضه مؤتمرات الصحفية ولا لا، بس أنا أعتقد هو كان بيكلمه على السوشيال ميديا فقط، ودوت نوع من التصعيد أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأنه من المتوقع أيضا اتهامه في عدة قضايا أخرى وأهمها محاولة الضغط على أحد الموظفين الفيدراليين في ولاية جورجيا اللي كان مسؤول عن الانتخابات في ولاية جورجيا عشان يلاقي أصوات تعادل أو تترن أراوند تقلب الطاولة على جو بايدن ويبقى في أصوات أكثر لدونالد ترامب. وده طبعا قضية كبيرة، أعتقد أنه يعني يجتمع الآن المحلفين
وبيحاولوا يشوفوا طريقة انه يتم القبض او التحقيق مع دونالد ترامب في هذه القضايا. ولكن شفنا انه برضو في قضية تانية وهي قضية الشغب ومحاولة اقتحام مبنى الكونغرس من قبل جمهور دونالد ترامب في 6 يناير سنة 2021. والقضية دي الحقيقة يمكن أضعفهم لأنه لم يتم لحد الآن يعني أضعفهم لأنه لم يتم التواصل بشكل مباشر أو الوصول إلى evidence أو دليل بشكل مباشر أنه دونالد ترامب كان مسؤول عن هذا الاقتحام. ولكن القضية ديت أو مسار القضية ممكن يختلف تماما بعد شهادة الرئيس النائب الرئيس السابق دونالد ترامب وهو كان مايك بنس في هذا التوقيت شهادته أمام لجنة المحلفين التي تمت منذ أسابيع أو يعني أسابيع قليلة ماضية. وهذه الشهادة طبعا ممكن تغير في مسار هذه القضية ولو تم الحصول على مستند أو دليل أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ليه تأثير بشكل مباشر في هذا الاقتحام. طبعا دي هتبقى قضية ثالثة ورابعة. ومن الواضح يمكن زي ما تكلمنا باستفاضة في المرة اللي فاتت عن دونالد ترامب وكيفية تحدي لأجهزة الدولة والدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. هل سيفوز هو بالانتخابات ومن ثم سيتم staying أو تجميد كل القضايا ضده حتى ينهي الفترة الثانية له وهي أربع يعني أربع سنوات من 2024 ل 2028، ولا هل سيتم إدانته قبل تلك الانتخابات يعني قبل نوفمبر 2024 مما سيمنعه من محاولة الخوض في هذه الانتخابات. طبعا نشفت بقى من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، وإحنا سمعنا عن بعض المرشحين اللي هم ابتدوا يتكلموا إنه هل ممكن يبقى ليه فرصة ولا لا. آر إف كينيدي يعني، وفي كلام إن بعض المرشحين الآخرين هيبتدوا بقى يظهروا على الساحة، لأنه طبعا من الواضح يعني عدم رضا وارتياح العديد من الديمقراطيين، ودوت بان في البولز اللي اتعملت منذ أسابيع أنه 70% من الديمقراطيين مش عايزين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أنه يترشح لفترة تانية، وأهمها طبعا أسباب صحية وأسباب اقتصادية وأسباب يعني الناس الحقيقة سئمت المبارزات السياسية على الملأ بهذا الشكل ما بين جو بايدن ودونالد ترامب وما بين قطبي الحزبين بهذا الشكل. والحقيقة يمكن زي ما دايما أنا بقول إن الأمريكان ما بيهمهمش قوي السياسة إلا لما بتؤثر على جيبهم، يعني لما الإنكم أو الدخل الشهري أو يقل والمصاريف تزيد هي ديت الوقت اللي يبتدوا بقى يفكروا ويتكلموا. فالناس الحقيقة سائمت الخناقات ويعني وخصيصا بعد ما الناس اكتشفت، ويمكن دوت أحد المواضيع اللي بنتكلم فيه النهاردة، اكتشفت مشاكل هانتر بايدن هو ابن جو بايدن الرئيس الحالي جو بايدن. ويمكن كان في قصة كده قبل انتخابات 2020 كان تم الإعلان عن وجود ملفات هامة جدا تؤثر على فرصة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الفوز بالانتخابات 2020، وخاصة بعد ما سلم هانتر بايدن اللابتوب بتاعه لأحد المحلات اللي هي بتصلح في الكمبيوترز وكده ونسيه هناك تماما. وطبعا هذا الرجل يعني تم إبلاغ السلطات الأمريكية بمحتوى اللابتوب دوت، ويمكن خرجت العديد من المنابر الإعلامية، ويمكن أكبر كانت مشكلة ودوت اللي يمكن بأثرت على هذا الموضوع تحديدا، إنه
تم كتابة جواب وتم إمضاؤه من العديد، أكثر من 40 مسؤول في المباحث الفيدرالية الأمريكية المركزية والمباحث الفيدرالية، انه قالوا ان كل اللي بيتقال عن اللي موجود في اللاب هو ديت Russian misinformation او محاولة للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وان كل الحاجات دي كاذبة. ولكن مع التحقيقات التي تمت في خلال السنتين اللي فاتوا او على مدار السنتين ونص اللي فاتوا، تم إثبات ان هذا اللابتوب، وزي ما بيسموه يعني في أحد القنوات الأمريكية لابتوب فروم هيل، أو الحاسوب الآلي الذي من الجحيم، يعني تم الإعلان إنه إن الحاجات اللي فيه فيها مشاكل كتيرة جدا للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن شخصيا، وخاصة لو تم إثبات إنه كان البيج جاي زي ما كان هانتر بايدن بيرفر أو بيقول على والده إن هو البيج جاي لما كان بيدخل في تعاملات وصفقات مع دول معادية للولايات المتحدة الأمريكية، وأهمها دولة الصين يعني، ودول أخرى صديقة ومنها دولة أوكرانيا. ويمكن إحنا شفنا كان في اختلاف كبير جدا على شخصية هانتر بايدن، وقد إيه إن هو استغل وجود والده في نيابة، كان نائب رئيس الأمريكي باراك أوباما كان جو بايدن في هذا التوقيت. وشفنا أنه يعني انتقادات اللاذعة لهانتر بايدن من اللافش ستايل أو العيشة بشكل يعني غير مسؤول وغير مرحب به من ابن مسؤول بهذا الشكل، وشفنا وبرضو من الحصول على أموال الطائلة بلا مبرر ملحوظ يعني كان من أحد الاتهامات أنه كان بياخد $1,000,000 تقريبا شهريا من شركة علشان هو في أوكرانيا اسمها بريزما، وقالوا أنه هو عشان موجود في مجلس الإدارة لهذه الشركة، هو الشركة دي بتاعت بترول، وهو الحقيقة ملوش أي خبرة في البترول، يعني كان إيه السبب؟ ودي أحد الانتقادات اللي وجهت ليه ياخد هذه المبالغ الطائلة في شركة هو ما بيعملش فيها أي حاجة. هو كان كل اللي كان موجود ساعتها أنه هو كان والده نائب رئيس الأمريكي باراك أوباما. الحقيقة على في نفس التوقيت كان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لما كان نائب الرئيس في وقتها تم الإطاحة بالبروسيكيوتر أو وكيل النيابة اللي كان بيحقق في فساد شركة بريزما، وقال ساعتها حط الفلوس والمساعدات مليارات الدولارات اللي رايحة لأوكرانيا رهينة بعزل ذلك وكيل النيابة، وتم عزله بالفعل حتى يعني تستحوذ أوكرانيا على هذه الأموال الطائلة. طبعا يعني ملف شائك جدا، والحقيقة الواحد بيستغرب لأنه ساعات بحس أنه بيبقى فيه نوع من الدبل ستاندرد أو الكيل بمكيالين، لما تيجي الخناقات على دونالد ترامب والناس اللي من الاتجاه الجمهوري والحاجات الكبيرة جدا اللي حصلت في من الديمقراطيين والحزب الديمقراطي، زي ما بيقولوا كده يمكن المثل البلدي، حبيبك تبلع له الزلط وعدوك تتمنى له الغلط. فيعني الحقيقة هو شيء محبط بشكل كبير جدا، لأن احنا كنا نتمنى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية يبقى فيه نوع من الشفافية والوضوح تماما والمعاملة بالمثل مع جميع الأشخاص والمرشحين، ولكن للأسف يعني مش عارف إيه اللي بيحصل وإيه فايدته على الدولة الأمريكية بشكل كبير. ولكن من الواضح أنه في نوع من يعني التوتر السياسي الشديد جدا، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم في الحلقة الماضية يعني يمكن من أفضل الحلول أنه ممكن ينتهي بقى نقفل صفحة على كل القديم وابتدي نشوف وجوه جديدة، سواء من الحزب الجمهوري لو خرج دي سانتس وابتدى يرشح نفسه، ومن الحزب الديمقراطي لو جم مرشحين آخرين زي RFK أو أي حد تاني من
من المرشحين الدم الجديد، وأنا أعتقد أنه من الأفضل بشكل كبير أن الجميع يهتم بوحدة الولايات المتحدة الأمريكية، وحدة وسلامة المواطنين الاقتصادية والسياسية يعني معا، يعني لأنه يمكن كان من زمان الأمريكان ما كانش بيفرق معهم مين اللي بيبقى موجود رئيس، لأنه كانت الموضوع بيتغير كل 4 سنين أو كل 8 سنين، ولكن دلوقتي من الواضح أنه في تشبث بالسلطة من بعض الديمقراطيين، والحقيقة الواحد ما بيبقاش، وطبعا الجمهوريين يعني بشكل آخر يعني، لكن مهم جدا يبقى في نوع من الرؤية الكاملة للمصلحة العامة للبلاد، أنه مهم جدا في ظل هذه الأزمات اللي بيمر بها العالم، سواء حروب سواء مشكلات اقتصادية سواء مشكلات اجتماعية وسياسية، مهم جدا ان الجميع، ويمكن انا مش عايز اقول دوت عشان ابقى يعني بتمنى المدينة الفاضلة او اليوتوبيا زي ما بيقولوا، ولكن مهم جدا طرح مصلحة البلاد اولا، وبعد كده مصلحة الاحزاب، وبعد كده مصلحة الاشخاص يعني، وهكذا يعني، لكن مهم الصورة العامة الكبيرة في الاول اهم بكتير. طبعا يعني الفترة اللي جاية هنشوف في خلال ال 12 شهر، من 12 15 شهر الجايين يعني اكترهم، السنة اللي جاية تحديدا هيبقى فيها معركة شرسة جدا 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 انتخابية، اتمنى انه يبقى في نوع من الكومبرومايز او التنازل من جميع الاطراف للوصول الى حلول تعادل يعني تهتم بمصلحة المواطن الأمريكي عن المصالح الشخصية. طيب ناخد فاصل قليل ونراكم بعد الفاصل. Welcome back to American Pulse. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية البرنامج كان يمكن في أخبار كتيرة وعديدة، منها كانت أخبار كويسة وقلنا اتكلمنا على الفريق المصري الهوكي، ولكن برضو في أخبار ممكن تبقى كويسة يعني لمصر في ملف سد النهضة، وللأسف يعني الواحد عمره ما بيبقى فرحان إن يبقى في زلزال أو بركان أو هزات أرضية أو أي حاجة ممكن تؤثر بالسلب على أي مواطن في أي بقعة في العالم يعني، ولكن الحقيقة احنا سمعنا يمكن في الأيام القليلة الماضية كان في نوع من الهزة الأرضية على بعد 100 كيلومتر فقط من سد النهضة، والحقيقة يمكن هو دوت اللي لفت نظر واحد، ان دي كانت احد question mark او الحاجات اللي عليها علامات استفهام، ان ليه الدولة الأثيوبية مش بتشارك مع الدول المصب، واللي هي العرضة الأخطر لأي مشكلة في بنيان السد بشكل مباشر يعني. يعني احنا كنا بنسمع عن مبادرات واجتماعات ومحاولات للتقرب الى في وجهات النظر في هذا الملف، ولكن كان بيبقى فيه تعنت كبير جدا من الجانب الاثيوبي في التعاون في هذا الملف. طبعا احنا زي ما حضراتكم عارفين، ويمكن حضراتكم دلوقتي سمعتوا كتير عن كيان ومكان السد الاثيوبي اللي هو على موجود على اخر حته تقريبا في اثيوبيا، فلو لا قدر الله حصل فيه اي حاجه اثيوبيا لن تضر باي شكل من الاشكال من اي انهيار او خلل في هذا السد. للاسف هي دوله السودان هتبقى في اول في مواجهه مباشره مع اي كارثه مائيه قادمه من السد، وما بعدها طبعا الدوله المصريه، لان احنا امتداد في هذا الاتجاه، وده طبعا شيء خطير جدا، لانه يمكن الزلزال اللي فات دوت كان او اللي لسه حصل يعني كان قوته 4.4 على مقياس ريختر 4.4 وعلى عمق 9 كيلومتر يعني، برضو دي حاجه او 9.8 تقريبا على بعد يعني مساحه الهزه كانت كبيرة جدا. وطبعا زي ما حضراتكم تعرفوا كويس جدا انه
السد مبني على حتة قريبة جدا من الأخدود الأفريقي اللي هو بيقسم أفريقيا يعني بشكل كبير، والخوف أنه يحصل أي مع تلك الهزة أو لو في هزة قادمة يعني أنه يحصل فيه تشققات، والتشققات دي تدخل فيها المية، ولو دخلت المية ممكن تسبب انهيارات وسقوط في الأرض التي يقف عليها السد. يعني الحقيقة يمكن أنا كنت من أحد المتابعين لهذا الملف منذ نشأته، ويمكن كنت قريب يعني لسماع ما يحدث في أروقة المفاوضات، وخاصة في المبادرة اللي عملها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في محاولة يعني لتقارب وجهات النظر ومحاولة الوصول لاتفاق الذي كان سيتم إمضاؤه بالأحرف الأولى. وفي الفعل مصر مضت يمكن بالأحرف الأولى على هذه المفاوضات، ولكن أثيوبيا تعنتت وما رضيتش ترجع لإمضاء تلك المعاهدة في واشنطن. يمكن الكلام دوت كان في 2000 فبراير تقريبا 2019، وإيفر سينس من ساعتها زي ما حضراتكم فبراير 2019 فمن الواضح أنه كان في نوع من التعنت الممنهج في الوصول إلى أي اتفاق من الجانب الأثيوبي. احنا طبعا دخلين على الملء الرابع ويمكن بعده الخامس، وفي نوع من التجاهل التام للمصالح المصرية والسودانية، لأنه الحقيقة مش معقول عشان شعب يعني يبني سد، وكان يمكن في وقت كبير تم العرض على الدولة الإثيوبية مساعدتها في توليد الكهرباء، ولكن من الواضح أنه الهدف كان دائما وما زال هو ليس توليد الكهرباء بحسب يعني فقط، ولكن هو أكثر منع المياه عن مصر تحديدا. ويمكن كان في وقت من الأوقات كان في تعنت ضد السودان، أنا مش شايف أنه دوت موجود، لأن السودان مهمة جدا بالنسبة لأثيوبيا، وحاولت يعني تم محاولة وما زالوا يحاولون إرضاء السودان بشكل أو بآخر حتى يتم تمرير هذا السد. لكن الحقيقة أنا مش قادر أقول أن دي جود نيوز، لأن طبعا دي أخبار أو دي أخبار، مش قادر أقول أن دي أخبار جيدة سواء لمصر أو للسودان أو لأي حد، لأن وجود زلزلة بهذا الشكل قريبة من جسم ما سيكون في المستقبل، أنه بيحمل خلفه 72 مليار متر مكعب من المياه، وهي قنبلة مائية قابلة للانفجار في أي وقت، شيء الحقيقة يثير القلق ويثير التوتر بشكل كبير. لأنه وانا اعتقد انه يعني الان هو وقت مناسب، يمكن مصر خرجت كتير بطلبات للامم المتحده وغيرها من المنظمات والمنظمات الافريقيه التي حاولت اثيوبيا التنصل من اي اتفاقات، بسبب انه قالت انه لازم نرجع للاتحاد الافريقي، هو اللي يعني يبت في هذه الخلافات ان احنا بلاد افريقيه. لكن أعتقد أن ده وقت مهم جدا لإعادة فتح هذا الملف، لأنه دلوقتي الخطر بقى واضح وبقى محسوس، والخطر غير قابل للتحكم. يعني إحنا مش هنقدر، مفيش دولة في العالم أو اتحاد أفريقي أو أمم متحدة تقدر تؤكد لمصر والسودان أنه مش هيحصل زلزال، ومفيش حد يقدر يؤكد لمصر والسودان أنه هيتم وقف أي خطر عليهم. لما يبقى فيه 72 مليار متر مكعب من المية خلف سد غير واقع يعني غير مسنود على أرض صلبة بشكل كبير وقابل لهزات أرضية بالشكل اللي حصل، يعني هو يعني يقال أنه الأكثر خطورة أنه لو وصل هذه الزلزلة لمقياس 5 ريختر دوت هيبقى زلزال مدمر جدا، ممكن يدمر السد وال72 مليار متر مكعب كلهم ينزلوا على السودان كده مره واحده. فالحقيقه يعني الحقيقه الواحد مش شايف سبب، يعني لما هم الاثيوبيين نفسهم مش واثقين في السد فحطوه
في اخر حته في بلدهم. يعني هو لو حصل انهيار للسد دوت في اي وقت اثيوبيا لن تتاثر باي شيء من الاشياء. فالحقيقه يعني مهم جدا ان احنا الملف دوت يبتدي يتفتح. اعتقد انه وقت مناسب جدا ل اثبات الادله هاو دينجرس او كيفيه خطوره هذا الملف وهذا السد على الانسان في السودان وفي مصر. نحب احنا دايما الخير لكل الشعوب ونتمنى التنميه لكل الشعوب، ولكن مهم جدا ان احنا نبقى قادرين ان احنا نحمي انفسنا. يعني مواضيع كتيره جدا، ان شاء الله نقدر نغطي اكتر في الحلقات القادمه، ونراكم في حلقه قادمه من برنامج النبض الامريكي. تصبحوا على خير.